كده. بتعمل ايه؟ فيديو. بتسجل الطريق يعني؟ عشان نشوف. سجل الطريق صح؟ ليه؟ اعملها قناة على اليوتيوب. هتعمل ايه يعني في قناة اليوتيوب؟ ها؟ هتعمل قناة على اليوتيوب يعني؟ اهو. هتعمل عليها ايه؟ عادي. اتفرج على الطريق. ننزل نصور الطريق، نصور الطريق ونرفع فيديو. طريقة الفلوس كترت عند اليوتيوبرز. بابا شوف ربنا بينا. بس هما ما بيصوروش الطريق بس، بيصوروا أي حاجة بيعملوها. لا في قنوات على اليوتيوب دي فكرتي. ستاين بقى بيصوروا في لندن ونيويورك بالظبط. يوتيوبرز هنا اه بيصوروا الطريق، بس بيصوروا مثلا فسحة خرجوها مع عيالهم، بيشتروا هدوم لعيالهم، مش عارفة ايه كده. في ناس بتحب تتفرج على الحاجات دي يعني، يعني الحاجة اللي علمك الحاجة البسيطة خالص دي بتبقى ممتعة أكتر من ال يعني انا مثلا اللي بيعمل حاجات يدويه مثلا بالنجاره بيعمل مش عارف ايه الحاجات دي، في ناس بتستمتع بيها اكتر من حاجه اللي فيها لوحه. في ناس ما بتخرجش، في ناس تحب يشوف حاجه زي كده. مش كل يوم عمره ما ينزل المنصوره مثلا، انت توريه المنصوره عادي. المنصوره يعني
ولا الدنيا رايقة هناك؟
انت هو السنه يا غيتيت يا غيتيت معلش استاذنك بس تبقى فين حركه بس قدام سن صغير يعني بركي بس دم بوبهن شكرا. خلاص نفطر عليهم على الصبح.